طيب يا شباب، عندنا هذه الانترا 2013. الرجال يشتكي من حرارة، الاغلب مشكلة في الراس الاحتمال، لكن بيتأكد حنا نقطع الشك باليقين عشان نقول له راس ما نطلع بشيء. طيب نغير الراديتر. طيب شيك على الطرمبة. الماكينة شاريها يقول جديدة، ما كملت سنة من المكاين الصينية هذه اللي جا في السوق عاد، فاحتمال يكون كان عنده تهريب وايش. الانترا بشكل عام والاكسن ضعيفة، اي حرارة على طول تضرب، من النادر مرة مرتين تنجح، الثالثة ما تنجح. لكن عندنا هنا في هواء بسيط، بنتأكد بشكل اكبر ونشوف. طيب حنختبرها بالمادة، هذه المادة لونها ازرق، تتحول لونها اصفر خلاص مشكلتها في الراس. طبعا شوف الان بعد سحب كم سحبة هواء، شوف اول كيف، شوف هذا شوية فيه منه منكب هنا ازرق وهنا اصفر، خلاص ما احتاج اتعب نفسي وفك البواجي واضغط هواء في الدائرة واشوف من اي بوجي يهرب. في طريقة ثانية لكن هذه واضحة، هذه واضحة، شفت اللون كيف؟ خلاص انا متأكد 100% الراس، لانه ريحة بنزين هنا ريحة كربون، بس عشان انا اقول له ترى عندك مشكلة راس.